خلونا بفضلكم نفتح مع بعض من العهد الجديد ومن الإنجيل بحسب البشير مرقس، إنجيل مرقس أصحاح 14، ونستمع إلى الأعداد من 17 وحتى 31. إنجيل مرقس أصحاح 14 من عدد 17 حتى عدد 31. يقول البشير هذه الكلمات بالوحي المقدس: ولما كان المساء جاء مع الاثنى عشر وفيما هم متكئون يأكلون، قال يسوع: الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني الآكل معي. فابتدأوا يحزنون ويقولون له واحدا فواحدا: هل أنا؟ وآخر: هل أنا؟ فأجاب وقال لهم: هو واحد من الاثنى عشر الذي يغمس معي في الصحفة. إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسر وأعطاهم وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا منها كلهم، وقال لهم: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين. الحق أقول لكم إني لأشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديدا في ملكوت الله. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. وقال لهم يسوع: إن كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب: إني أضرب الراعي فتتبدد الخراف، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. فقال له بطرس: وإن شك الجميع فأنا لا أشك. فقال له يسوع: الحق أقول لك إنك اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. فقال بأكثر تشديد: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. وهكذا قال أيضا الجميع. يبارك روح الله قراءة هذه الكلمات لقلوبنا. زي ما شاركت حضراتكم في الأسبوع الماضي أحبائي، النهاردة هنبدأ سلسلة من أربع عظات حول عشاء الرب، حول العشاء الرباني النهاردة صباحا وبعد الظهر والأحد القادم صباحا ومساء أيضا. هذه السلسلة جزء من ورقة بحثية أقوم بإعدادها في السمستر لنا بدرس فيه دلوقتي عن موضوع العبادة في الولايات المتحدة. وأنا في منتهى السعادة إنه الكنيسة مش بس بتشاركني بالصلاة وبدعمها، لكن أيضا بتشترك في واجب من الواجبات اللي عليا، إنه كل الكنيسة أعتبر إن هي جزء معي في إعداد هذه الورقة. وشعرت إنه من المناسب جدا وإحنا بنتكلم حوالين عشاء الرب في الأربع خدمات إننا نجلس معا حول مائدة الرب في الخدمات الأربعة كتطبيق روحي لما نسمعه من كلمة الله. سلسلة العظات كلها لها عنوان كبير هو مائدة في البرية. مائدة في البرية، والعنوان ده له سبب وراه. الورقة اللي بقوم بإعدادها عنوانها: الله يطعم شعبه. الله يطعم شعبه. والكتاب المقدس أحبائي بيؤكد لنا أن الكتاب أن الله يطعم شعبه بطرق كثيرة ومتنوعة. فالله يطعمنا يومياً بالغذاء المادي، بالأكل والشرب الماديين، هي عطية من الله. والله يطعم شعبه فكرياً من خلال الكلمة المكتوبة، فهو يجدد أذهاننا بالكلمة المكتوبة التي نقرأها كل يوم في عبادتنا الشخصية أو يوم الأحد وفي الاجتماعات العامة في اجتماعاتنا العامة. وأيضاً الله يطعم شعبه روحياً من خلال التفافنا حول مائدة الرب، سواء
كل شهر زي في كنيستنا، أو ربما في كنائس تانية بيعملوا الميدة بوتيرة أكتر مننا، ربما مرتين في الأسبوع، في كل مرة مرتين في الشهر، في كل مرة نأتي حول مائدة الرب، فنحن نؤمن أن الله يطعمنا. نحن نحتاج أحبائي أن ندرك أن هذه المستويات الثلاثة من إطعام الله لشعبه لها نفس المستوى ونفس الأهمية. فنحن نؤكد أن الله يطعم شعبه الطعام المادي كل يوم، وهذا أمر في منتهى الأهمية. لا يمكننا أبداً أن نستمر في العيش بدون الطعام المادي الذي يباركنا الله به يومياً. ونحن نؤكد أو الكتاب المقدس يؤكد لنا أن الله يطعمنا فكريا من خلال الكلمة المقدسة. لا سبيل لنا أن تتجدد أذهاننا، أن نتغير عن شكلنا، أن نصبح كنيسة متميزة، أن نصبح مؤمنين متميزين في سلوكنا في العالم بدون أن نجدد ذهننا بصورة مستمرة ونحن نطعم أو نحن نتغذى على كلمة الله الحية الفعالة. وأيضاً الكتاب المقدس يؤكد لنا أن الله يطعمنا طعاماً هاماً جداً لأرواحنا، لتجديد أرواحنا، لغفران خطايانا، لتجديد عهودنا معه، لتجديد عهودنا معاً كشعب الرب من خلال تغذيتنا بالمائدة المقدسة التي نجلس حولها في كل مرة نجلس حول هذه المائدة. عشان كده نحن نستطيع أن نفهم كلمات المرنم الشهيرة في مزمور 23 وهو بيقول ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي. هذه المائدة هي مائدة الطعام المادي، وهي كلمة الله المكتوبة، وهي كلمة الله المتجسد في الخبز والكأس الذي نشربهما بصورة روحية. النهاردة هنتوقف أمام واحد من مكونات أو أصناف هذه المائدة الغنية التي يقدمها لنا الله في عشائه الرباني. النهاردة عنوان اللي بضعه تحت العنوان الكبير مائدة في البرية، العنوان اللي هتكلم فيه النهاردة بصورة خاصة مائدة الحب في برية الكراهية. مائدة الحب في برية الكراهية. النهاردة هنتوقف من خلال النص اللي احنا قريناه في إنجيل مرقس حول الجوانب المختلفة لمحبة الرب يسوع كما تظهر في هذه الحادثة. الجانب الأول والمهم واللي مش هنبطل ان احنا نتكلم عنه ولا هنبطل ان احنا نفتكره ولا هنبطل أن احنا نؤكد عليه، أن محبة الرب كما تظهر في عشائه هي محبة إرادية مكلفة. محبة المسيح هي محبة إرادية مكلفة. نفسي أن احنا الكتاب يبقى مفتوح قدامنا أو يبقى النص دايما مفتوح قدامنا على الشاشات. في ليلة العشاء الأخير لما اجتمع الرب يسوع مع تلاميذه في الأعداد من 22 لـ 24 من مرقس 14، اسمعوا معي هذه الكلمات وتأملوا فيها. بيقول وفيما هم يأكلون خدوا بالكم من الأفعال التي يقصد البشير أن يصفها لنا. إيه اللي عمله المسيح؟ أخذ يسوع خبزا وبارك وكسر هذا الخبز وأعطاهم وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا منها كلهم وقال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين. كل الأفعال اللي موجودة هنا هو بتشير إلى أن الرب يسوع صنع هذا العشاء بإرادته، وأنه مزمع أن يصنع هذا الخلاص العظيم على الصليب بإرادته. ما حدش أجبره أنه ياخد الكاس أو ياخد الخبز. أخذ هو خبزاً وبارك وكسر هذا الخبز، في رمزية جميلة جداً عن أن محبته هذه ليست محبة مفروضة عليه من الخارج، ليست أموراً يفعلها وهو لا يريد أن يفعلها،
لكن محبة المسيح هي محبة إرادية بصورة واضحة. يقول في يوم من الأيام أو يقول في محاكمته أمام بيلاطس إنه مفيش حد يعني يقدر إن هو ياخد نفسي مني، أنا أعطيها بذاتي، أنا اللي بقدم ذاتي، ليس لك علي سلطان، أنا الذي أستطيع أن أقدم حياتي أو أن أخذها. فهي محبة إرادية، قدمها بكل وعيه، قدمها بكل إرادته، قدمها بكل طواعية لكل واحد وواحدة فينا. وعشان كده هو الكلمة التي اختارها العهد الجديد لتعبر عن محبة الله في المسيح. كان في كلمات كتيرة بتعبر عن المحبة في العالم اليوناني، كان في كلمة إيروس اللي بتشير إلى المحبة الجسدية الشهوانية، وكان في محبة فيليئو اللي بتعبر عن محبة الشخص لأصدقائه أو لذويه أو لأهله أو لزوجته أو لأولاده، أو كلمة تانية بتشير إلى محبة الله للمثل العليا، ومحبة الله ومحبة الإنسان للوطن، ومحبة الإنسان للأفكار الجميلة والمثل العليا. ما اختارش العهد الجديد أي كلمة من هذه الكلمات لتصف محبة الله في المسيح، لكنه اختار كلمة لم تكن شائعة أبدا في الآداب اليونانية، أقل كلمة استخدمت في الأدبيات اليونانية علشان تعبر عن المحبة هي الكلمة التي اختارها العهد الجديد لتعبر عن محبة الله في المسيح، وهي محبة، وهي كلمة أجابي، كلمة أجابي. وترجمة كلمة أجابي هي المحبة الإرادية غير المشروطة، ده الترجمة الحرفية لها، المحبة الإرادية غير المشروطة. هي الكلمة اللي بيستخدمها البشير يوحنا وهو في 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 أصحاح 15 وعدد 13 من إنجيل يوحنا، لما بيقول على لسان الرب يسوع، رب يسوع بيقول لتلاميذه ليس لأحد أجابي، ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أصدقائه أو أحبائه. نفس الكلمة اللي بيستخدمها الرسول بولس في رسالة روميا أصحاح 5 وعدد 8 وهو بيتكلم عن محبة الله في المسيح لنا، يقول ولكن الله بين his agape، ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. نفس الكلمة اللي بيستخدمها الرسول يوحنا في واحدة من أشهر آيات العهد الجديد في يوحنا الأولى 5-8، في يوحنا الأولى 4-8 هو بيقول ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله أجابي، لأن الله محبة. دي الكلمة اللي بتوصف محبة المسيح. محبة المسيح ليست مفروضة عليه، ليست أمرا ثقيلا عليه، لكنها محبة كاملة، محبة طواعية لم يجبره أحد عليها. لكن في نفس الوقت هذه المحبة هي محبة متألمة ومضحية. ربما البعض مننا يختاروا بإرادتهم نوع من المحبة ويسعوا لي لأنه هيكسبهم، لأنه هيمتعهم، لأنه هيخليهم يعيشوا وهم بعاد عن المخاطرة، بعاد عن الكراهية. لكن الحقيقة أحبائي عندما اختار المسيح أن يحب فهو اختار هذه النوعية من المحبة المتألمة المضحية. الفصح اليهودي، انتوا عارفين طبعا أنه العشاء الأخير اتعمل بمناسبة الاحتفال بالفصح اليهودي، يعني المسيح وتلاميذه كانوا بيحتفلوا في تلك الليلة بالفصح اليهودي. كان العادة اليهودية أنه في أثناء الاحتفال بالفصح اليهودي كان رب العائلة يمسك برغيف الخبز ويكسره ويقول هذه العبارة لكل أهل البيت، يقول لهم هذا هو خبز، حد عارف؟ هذا هو خبز مذلتنا الذي أكله آباؤنا في البرية. هذا هو خبز مذلتنا، هذا هو خبز ألمنا
الخبز اللي بيعبر عن الآلام التي اكتزناها في البرية. عشان كده الرب يسوع هو بياخد الخبز وبيكسره، بيقول لهم هذا هو جسدي، كان بيقول لهم إنه هذه المحبة الإرادية التي أقدمها لكم هي محبة مكسورة، هي محبة منكسرة لأجلكم، هي محبة متألمة لأجلكم، هي محبة تتعرض للألم وتتعرض للنكران وتتعرض للرفض وتتعرض للمسامير وتتعرض لتاج الشوك وتتعرض للهزء والسخرية لأني أحببتكم بهذا المقدار. واحدة من أقوى الصور المعبرة عن المحبة في كل الكتاب المقدس هي الكلمات التي قالها الرب لهوشع في القديم: اذهب وخذ لنفسك امرأة زنا. وكأنه بيقول إن المحبة الحقيقية التي أحبنا المسيح لأجلنا جعلته خطية من أجلنا. ارتبط هوشع بامرأة زنا، يعني سمعته أصبحت مرتبطة بهذه الخاطئة. والله عندما يحبنا فهو يدخل في عالمنا، يدخل في عالم الضعف، ويدخل في عالم الألم، ويدخل في عالم الخطية. حقيقي لم يخطئ المسيح، لكنه ارتبط بأناس خطاه، صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. هذا ما فعله يسوع في تجسده، مش بس في آخر أسبوع في حياته، ده أنه مجرد أنه هو يتجسد معناه أنه ترك مجده ليدخل إلى عالم الألم. هذا ما فعله في حياته، في كل المواجهات التي وجه بها في حياته أمام الفريسيين والشيوخ ورؤساء الكهنة، طول الوقت كان بيتعرض للهجوم، وطول الوقت كان بيتعرض لأن يخاض في سمعته، طول الوقت كانوا بيطلقوا عليه كلمات مش لطيفة، يشتموه ببعلزبول تخرج الشياطين، يعني أنت شطان. حتى أهل بيته ظنوه مختلاً. هذه هي المحبة التي كلفته كل هذا الألم. ده طبعاً غير الأسبوع الأخير وغير اليوم الأخير يوم الجمعة اللي تعرض فيه لكل هذه البهانة، كل هذه المذلة، كل هذه السخرية، كل هذا الألم الجسدي والنفسي والروحي. هذه هي محبة المسيح، محبة إرادية، لكن هذه المحبة الإرادية محبة مكلفة، متألمة، مضحية. محبة التي لا تكلف شيئاً ليست محبة على الإطلاق. محبة اللي مش بتكلفنا حاجة ندفعها دي تبقى مشاعر لطيفة تتبخر بمجرد أن تحدث مشكلة، تتبخر لو حصلت مشكلة، لكن المحبة الثابتة الحقيقية، محبة المسيح الأجابي، تستمر وتدفع ثمناً من أجل استمرارها. المحبة التي لا تكلف شيئاً ليست محبة على الإطلاق. ده الجانب الأول من جوانب محبة المسيح. لكن نستطيع أن نرى في عشاء الرب جانباً آخر من جوانب المحبة، أن محبة المسيح هي محبة غافرة. محبة غافرة. في عدد 24 اسمعوا ما يقوله الرب يسوع لتلاميذه وهو يقدم لهم الكأس، يقول لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين. بشير متى بيضيف عبارة بعد لأجل كثيرين، يضيف هذه العبارة لمغفرة الخطايا. مرقس ومتى وهم بيقولوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين، كانوا بيخاطبوا العالم اليهودي واليوناني، لأن العالم اليهودي واليوناني كان في حاجة مشتركة هي فكرة العهد. أي إبرام لأي عهد في العالم اليهودي أو في العالم اليوناني كان يستتبعه سفك دم، كان لازم أنه يبقى فيه سفك دم
لإبرام العهد، يعني إما حيوان بيسفك أو إنه حد بيعور نفسه بياخد من الدم وبيمضي على العقد اللي بيعمله ده ليه؟ لأجل تثبيت هذا العهد. ففكرة الدم الذي يسفك من أجل تثبيت عهد دي كانت فكرة معروفة في العالم اليهودي والعالم اليوناني معا، عشان كده مرقس بيقولها لأنه بيخاطب كمان الرومان، فهم كانوا فاهمين يعني إيه العهد في سفك دم. لكن متى يضيف هذه العبارة لمغفرة الخطايا؟ لأن متى بصورة خاصة بيتكلم لليهود، واليهود كان عندهم تاريخ وتراث طويل جداً من الذبائح المختلفة التي تتعامل مع مشكلة الإنسان الكبرى وهي مشكلة الخطية. تقريباً أغلب الذبائح اللي كانت موجودة في الطقس اليهودي كانت بتتعامل مع مشكلة الخطية في حياة الإنسان، إن كانت ذبيحة المحرقة، إن كانت ذبيحة الخطية أو ذبيحة الإثم، إن كان الذبيحة في يوم الكفارة العظيم، إن كان ذبيحة الفصح، كل هذه الذبائح تتعامل بصورة أو بأخرى مع المشكلة الكبرى في حياة الإنسان وهي مشكلة الغفران. ده اللي بيتكلم عنه كاتب الرسالة للعبرانيين، لأنه بيكتب ليهود برضو يقول لهم في 9:22، عبرانيين 9:22، وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون، قولوا معايا، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. أحبائي، إن الرب يسوع في ليلة العشاء الأخير بيربط الصورتين مع بعض، صورة العهد وصورة الغفران، بيقول لهم إنه في هذا اليوم تحديدا سوف يسفك أثمن دم ليؤكد على عهد الغفران. أنتوا تعودتوا إنه أي عهد بيسفك فيه دم، واليهود متعودين إنه في دم لازم يسفك علشان غفران الخطايا. النهاردة في عهد اسمه عهد غفران الخطايا، واللي هيثبته واللي هيرمز لي واللي هيجري واللي هيحققه هو دمي. أخيرا دم ابن الله الذي يسفك من أجل إبرام عهد الغفران. واحدة من سمات محبة المسيح أحبائي أنها محبة غافرة. الحقيقة أنا قصدت إن أنا لما أقرأ النص أجيب الحادثة اللي جت قبل النص والحادثة اللي جت بعد النص، عشان أقول لكم إن غفران المسيح ده ما كانش غفران بالساهل، ده غفران في سياق من الخيانة والإنكار. الحادثة اللي قبلها على طول كان بيقول إن يهوذا هيسلمني، والحادثة اللي بعدها على طول بيقول للبطرس إن أنت هتنكرني. عشان كده هو غفران مش بالساهل، هو غفران في سياق مليء بالخيانة، مليء بالإنكار، مليء بهروب التلاميذ. التلاميذ يعني إيه تحمسوا كده، هو زي بطرس وكلهم قالوا لا مش ممكن، إحنا لو اضطررنا نموت معاك أول ما تقبض على المسيح ولا واحد ظهر. قسوة الجنود، سخرية قادة اليهود، تخاذل بيلاطس، كان عارف إن هو بريء لكنه تخاذل عن إعلان البراءة، مؤامرة قيافة وحنان، استهزاء هيرودس به، كلها سياق مليء بالكراهية، سياق مليء بالحقد، سياق مليء بالخيانة، سياق مليء بالرفض. لكن في وسط هذا السياق المليء بظلمة الكراهية تتبدى وتتلألأ محبة المسيح التي تغفر. أنا أؤمن إنه الرب يسوع هو على الصليب لما كان بيقول يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، ما كانش بيصلي بس علشان اللي بيصلبوه، صلى علشان كل الناس اللي تآمروا على قتله خلال الساعات الأخيرة. دي كانت صلاة ولينا كلنا، مش بس ليهم لكن لينا كلنا، اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. كل ما أتكلم عن غفران المسيح ما أقدرش أنسى منظر البابا يوحنا بولس الثاني اللي تعرض في يوم من الأيام لمحاولة اغتيال، وأول حاجة عملها بعد أن تعافى وخرج من المستشفى أن ذهب إلى محمد الأغا
اللي حاول قتله وأعلن له إنه بيغفر له. ده اللي خلى محمد الأغا أول ما خلص مدة سجنه أول حاجة يعملها بعد ما خرج من السجن إنه يروح يزور مدفن البابا يوحنا بولس الثاني. قصة معاصرة تقول لنا، تؤكد لنا أن هذه المحبة الغافرة لا تزال موجودة ولا تزال ممكنة. سؤال الكبير لنفسي أن أنا أتوقف أمامه، هل يحدث هذا الغفران بصورة آلية؟ يعني المسيح بيقدم لنا الغفران وعلى طول بيحصل الغفران؟ لا طبعا. رب يسوع وهو بيتكلم مع التلاميذ كان بيقول لهم خذوا كلوا اشربوا منها كلكم. هذه العبارات وإن كانت عبارات هم حققوها ماديا لكنها تشير رمزيا إلى قبولنا للمسيح في حياتنا، إلى قبولنا للمسيح في داخل حياتنا في قلوبنا، إننا نأخذ المسيح لنأكله ليس بصورة مادية لكن بصورة روحية، نتغذى عليه نقبله وبالتالي نقبل غفرانه. على فكرة أي عشاء في الوقت اللي اتعمل فيه العشاء في القرن المسيحي الأول في المجتمع اليهودي ما كانش ناس ما يعرفوش بعض يقعدوا مع بعض يتعشوا، لازم يبقى ليهم علاقة حية ومرتبطة جدا وقريبة جدا ببعضهم البعض. كأن المسيح بيقول إذا كنا النهاردة هنقعد نتعشى وهناخد جسد المسيح ودم المسيح، هو بيقول أن الفائدة الكبرى لنا ونحن نأكل ونشرب أن نقبل المسيح بصورة حقيقية في حياتنا، أن تكون لنا علاقة حقيقية معه. بعض، مش عايز أقول الغالبية، حتى من المجتمع الإنجيلي بيصر على أن تقدم المائدة للمرضى أو لمن يشكون على الموت، حتى ناس ما بيبقوش دريانين، وتصر الأسرة على أن يتناول هذا الشخص، وكأن مائدة الرب أصبحت لقمة بركة، وكأننا ننفي أن يكون هناك تفاعل بين الذي يأكل ويشرب وعمل المسيح. لو مريض مش دريان، هل هذه البركة، هذه المائدة تحقق له شفاء جسديا؟ لا طبعا. هل هذه المائدة تحقق أي فائدة روحية لشخص غير واع بها؟ أؤكد لكم لا. عشان كده مهم قوي إنه إحنا لسه واقفين على رجلينا وإحنا قادرين نيجي الكنيسة وإحنا لسه واعيين، ينبغي أن يكون لنا هذا التفاعل، أن نأخذ ونأكل ونشرب وتكون لنا هذه العلاقة الحية مع المسيح ما دمنا قادرين على إقامة هذه العلاقة معه. محبة المسيح الإرادية المتألمة، محبة المسيح الغافرة. آخر فكرة، وصية المحبة، وصية المحبة. ناس كتار مننا يعتقدون أن المائدة تختص بصورة أساسية وحاسمة بعلاقتهم الشخصية الفردية مع الله. يعني أنا لما باجي المائدة أنا كل اللي بستفيد منه في المائدة أنه أتوب عن خطاياي وأقول له يا رب أنا عايز أرجع العلاقة معاك، ودي جزء من الصورة لكنها ليست كل الصورة. فهناك حقيقة أخرى تحدث في المائدة. أنا عايز أقول لكم خلفيتين مهمين قبل ما أكمل آخر فكرة. عشاء الرب أقيم في سياق الاحتفال بعيد إيه؟ عيد إيه؟ عيد الفصح. عيد الفصح هو ليس احتفالاً فردياً، كان احتفال جماعي، كانوا يجيبوا الشاة وكل العيلة تأكل مع بعض، مش كل واحد بيأكل لوحده، كل العيلة بتاكل مع بعض زي ما التلاميذ أكلوا مع المسيح وزي ما النهاردة إحنا هناكل مع بعض. فالفصح أو عشاء الرب هو ممارسة جماعية. الحاجة الثانية،
أن الرب يسوع في ليلة العشاء وحول المائدة قدم للتلاميذ تطبيق حياتي على المحبة بتاعته. يعني قال لهم أنتوا شايفين محبتي، المحبة المتألمة، المحبة الإرادية، المحبة الغافرة. أنا عايز أسيب لكم وصية. الرسول يوحنا، البشير يوحنا، ما تكلمش خالص عن ممارسة العشاء الرباني، لكن اتكلم على الحديث اللي حصل ما بين الرب وتلاميذه حوالين هذا العشاء. عشان كده أنا هرجع للبشير يوحنا في الجزء ده. قال إيه الرب يسوع لتلاميذه حول العشاء؟ في يوحنا 13:34-35، اسمعوا، وأنتوا أكيد حافظينها. وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا. ده احنا في العشاء، احنا جايين علشان علاقتنا بيك تتقوى. أبيقول لهم لا، في العشاء تيجوا علشان علاقتكم بي تتقوى، وعشان علاقتكم ببعض تتقوى. وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، بالطريقة اللي أنا حبيتكم بيها، اللي هي طريقة المحبة المتألمة وطريقة المحبة الإرادية وطريقة المحبة الغافرة. تحبوا بعضكم بعضا، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. وبقية الحديث الوداعي ما بين التلاميذ والرب يسوع في ليلة العشاء في يوحنا 15:12، اسمعوا معي هذه الكلمات، بيقول بهذا أوصيكم حتى تحبوا. 15:12، هذه وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. 15:17، بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. في صلاة المسيح الشفاعية في 17:25-26، أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أرسلتني، وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، وأكون أنا فيهم. أحبائي، هي دعوة لنا ألا نمارس عشاء الرب بأنانية، إننا نيجي عشاء الرب وكل اللي بنفكر فيه إن علاقتنا مع الرب بس هي اللي تتصلح. إحنا جايين علشان نتقوى روحيا فعلا، وجايين علشان ننال الغفران في المائدة فعلا، لكن جايين أيضا علشان نستلهم من محبة المسيح حول العشاء محبة لنا من نحو الآخرين. إننا بنتحب ونحب، إننا بنتحب، وصدى هذا الحب أن نحب الآخرين. أختم بعبارة قالها واحد من أشهر اللاهوتيين المعاصرين اسمه دي اي كارسون، بيقول إن ما يربطنا معا ليس التعليم المشترك أو الجنس المشترك أو مستوى الدخل المتقارب أو الميول السياسية الواحدة أو الجنسية المشتركة، إننا كلنا مصريين يعني، أو اللغة الواحدة أو الوظيفة الواحدة أو أي أمر آخر مماثل، مش ده اللي بيربطنا. إن المسيحيين يجتمعون معا لأنهم خلصوا بواسطة يسوع المسيح. اسمعوا معايا العبارة الأخيرة اللي أختم بيها، إنهم مجموعة من الأعداء الطبيعيين، إحنا لو تسبنا لنفسنا نحن مجموعة من الأعداء الطبيعيين، لكن هذه المجموعة من الأعداء الطبيعيين يحبون بعضهم البعض بسبب يسوع ولأجل يسوع. المحبة الإرادية المتألمة، المحبة الغافرة، وأخيراً وصية المحبة.